السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نهضروا فيه على لا ديسيل وعلى ماشي غلط. اغلبيه ديال المستعملين كيعانيوا من واحد المشكل، لو مجموعه مشاكل اخرى. المشكل الاول هو المشكل ديال التركه، المشكل الثاني هو المشكل ديال لاغريس اللي كيتكون مع الوقت. الكالكير عنده بزاف ديال الاضرار، سواء على الغساله ديال الملابس سواء على الغساله ديال الصحون. من بين الاضرار كنعرفوا ان كل مليمتر ديال هذاك الكالكير ولا هذاك الطاق راه كنقص ليه الروندمون ديال لاماشين 30%. يعني لاماشين اوليو باش تسخن الماء غتولي تسخن هذاك الطاق. الاضرار الاخرى الثانيه ديال هذاك الكالكير انه كيسد لي هذوك الكوندويت كيخرج لي الماء، وكيتصور لي حتى في كيتصور لي هنايا، وكيخسر لي ترابيسين. ترابيسين هاد البريو هذا كيمشي وكيعاود يخرج لي هذاك الكالكير فوق الماء. اذا شنو هو الحل؟ الحل ان الغساله ديال الملابس ولا الغساله ديال الصحون خاصهم واحد لونتروتيان. هذاك لونتروتيان كاين اللي كيديرو شاك، كاين اللي كيديرو في كل 6 اشهر، وكاين اللي كيديرو في كل شهر على حساب الخضوي اللي غيستعمل هو. غادي نبداو لي عفوا غادي نبداو لي برودوي. عندنا اول حاجه هذا البرودوي، هذا برودوي هو كتصاوبو شركه ويركون. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا هذا البرودوي هذا فين يلقاو، كيمشيو لاي غران سيرفاس كيقول لهم عطيونا مثلا نيميرو دو سيرفيس ديال سيرفيس ابريفون ديال ويركون لي فاريجيون ديالهم. ملي كياخذوا هذاك النيميرو كيتصلوا بهم راه كيجيبوه لهم حتى للدار. هذا البرودوي هذا كيدير تقريبا من 100 حتى 120 درهم، واللي فيزون راه غراتو. بالنسبه لنا حنا في خريبكه مثلا عندنا لي فيزون غراتو، كنجيبوه وكنديروه في لا ماشين، كنوريكم طريقه الاستعمال تاعو. لي فيزون كيف ما قلت راها غراتو. طريقه الاستعمال ديال هذا من بين الحوايج اللي مزيانين فيه اشنا هما؟ اول حاجه انه قوده، الحاجه الثانيه انه كيخدم الغسالة ديال المعان، كيخدم لافيسيل. بالنسبة للغسالة، بالنسبة لغسالة الملابس، كنجي كناخد النص كنديرو في بلاصة مسحوق التصبيغ. كنحل هاد الحك هذا، كنحط النص بلاصة مسحوق ديال التصبيغ، النص الآخر كنحل الباب وكنخوي فيه الداخل، ياك؟ من بعد كنختار أطول بروغرام. أغلبية ديال لي ماشين أطول بروغرام هو كوطون. وكنختار اعلى درجه حراره، درجه حراره كتختلف من ماكينه لاخرى، يعني كنلقاوها ما بين 75 حتى 90 حتى 95. المهم كناخذ اطول بروغرام فيه كما قلنا اللي هو كوطون، وكنطلع الحراره لو ماكسيموم. كنخدم لا ماشين كنخليها خدام. غادي يكون شي فيديو من ورا هذا الفيديو زعما كيفاش ان شاء الله غادي لك ان شاء الله ديال هذا البرودوي هذا كيفاش غادي نوضي. بالنسبه لافيسيل، لافيسيل كنجي كناخذ حتى هي اطول بروغرام واللي فيه اعلى درجه حراره كيف ما كنشوفوا هنايا. فين هي اعلى درجه حراره عندي؟ اعلى درجه حراره عندي هنايا هي 65 درجه. يعني هذاك البروغرام اللي خاص بدوك الكوامر واللي خاص بالمقالي اللي فيهم الميدان. كنختار هذاك البروغرام، ناخذ البرودوي ديالي كنسوسو هنايا في هاد لاماشين بحال ما هكا، كنسد كنخدم لاماشين كنخليها حتى تسالي خاوية. قلنا هاد البرودوي هذا اللي كتصاوبو ويربول شنو المميزات تاعو؟ قلنا كيخدم لافيسيل وكيخدم الماشينة لافي. أهم مميزة فيه أنه كي كل ست شهر عادة كنخدمو به، ورا ليفريزون في ريبكا غراتيس. غادي نجيو البرودوي الثاني، البرودوي الثاني هذا كنلقاوه في لي كرون سيرفاس. هاد البرودوي هذا هو هذا، فيه جوج القلاعي. هذا خاص غير بالماشينة لافي كما قلنا. شناهو الدور تاع هاد البرودوي كامل؟ غنعاودو من الأول. هاد البرودوي قلنا كيحيدو لنا الكالكير، كيحيدو لنا التسم. الكالكير بارفوا كيتصور حتى في الباب، كيتكون هنا، كيتكون في لابومب، كيتكون في كلشي. هاد البرودوي هذا كتستعمل قرعة كل 3 شهور،
ياك بالنسبه للطريقه الاستعمال تاع طريقه الاستعمال تاع اش كنجيو كنجيو هنايا كنحل كنختار اطول بروغرام نخدم لا ماشين الوقيته اللي كنت كتدخل هي في داك الماء ديالها كنكوب القرعه كامله يا خويا في بلاصه مسحوق كنخوي القرعه كامله صافي كنسد كنخدم لا ماشين ديالي اطول بروغرام اطول بروغرام ديما مع اعلى درجه حراره كنعاود ناكد حقاش كاينين دي ماشين بحال سامسونج مثلا ولا بحال البورش عندهم بروغرام خاص بهاد النيطواياج لي مات الاخرين ما كيديروهمش لي كيفالون ديالو اشنا هو كوطو مع 90 ولا 95 درجه نعاود نقول ان هاد القضوي هذا راه ما كيخدمش لا فيسيل بالنسبه للثمن تاعو الثمن تاعو راه ما غاليش الثمن تاعو 31 درهم يعني 31 درهم قسمتيها كل شهر تقريبا يمكن هذا كل شهر يعني غنجيك 15 درهم في الشهر ولكن ما يمكنش نقارنو مع البرودوي الاول اللي وريتكم هذا هو ديال لافيسيل بحالو فوالا علاش قلنا هذا ما كيخدمش لافيسيل حيت مثلا لنفرض انا شديت هذا خدمت لاماشين خويته غيمشي مع الماء فوالا اول حاجه كدير لاماشين هي انها كتلوح داك الماء القديم تاعها ولو انني مثلا نخلي تدخل لاماشين الماء البري لافاج ديال اي غساله مدتها قصيره يعني هذا غيتلاح في الاول هذا دايرين فيه الشمع فوالا هذا دايرين فيه الشمع هذا طريقه الاستعمال تاعو كيفاش نخدمو به كنجي نخرج الثانيه ياك هنا عندي هنا عندي واحد التيكيت ملي كنحيد هاد التيكيت هادي كنلقى هادي باقا مزدوده فوق ونشوف فهمتي باقي فيها الشمع انا عندي على ها هو الشمع شتي كنشدها كنقلب كنخشي في حدا من هذا ولكن هذا كنتقبر كنخشي في حدا من هذا اشنو كيوقع مع هذيك السخونيه كيبدا يذوب هذا الشمع هذا كيبدا القضوي هذا كيتكب شويه بشويه عبر مراحل ديال الغسيل ولا بيسات تكون خاويه وتا هي اطول بروغرام هذا خاص لا بيسات الثمن تاعو ما عقلتش عليه مزيان ما غاليش المهم راه الثمن تاعو ما غاليش بزاف هذا كون سوى 15 درهم 15 درهم هذا كيدير كل شهر لاكون كامله كتستعمل في كل شهر دوينا على هاد البرودوي دوينا على هادو فوالا كيف ما قلنا هذا ندير بالبو هذا خاص بلافيسيل هذا كنلقاو في لي كرون سيرفاس لما نقول السميات المعروفين هذا تا هو كنلقاو في لي كرون سيرفاس بالنسبة للمبارات تاعو هو هذا ما عندوش لومبارات هذا كيتباع بحال ما هكا بالنسبة للبخي قلنا هذا تقريبا 31 درهم هذا 15 درهم غادي نجيو البرودوي الاخر خدوي الاخر اللي هو هذا هذا كيجينا هذا الباكيه هكا فيها ثلاثه ديال لي ساشي ثلاثه ناقصني واحد ثلاثه كنستعملوا وحده في كل شهر ياك بالنسبه للثمن تاعو تا هو تقريبا تكون شي 31 درهم 30 درهم بحال هذا كيف ما كتشوفوا هنايا راه ما كاتب لك هنايا انه كيحيد لنا لاكريس كيحيد الكالكير وتا الريحه هي كيحيدها بالنسبه لهذا البرودوي هذا طريقه الاستعمال تاعو سهله اوليو باش غادي ندير مصفاه التصبيغ غندير هذا كنحل ماشين كنحل الساشيه ديالي هكا كنخويها في بلاصه مسحوق كيف ما قلنا كنختار اطول بروغرام مع اعلى درجه حراره كنخدم لا ماشين كنخليها خدامه حتى كتسال تفهم كيخدم لافيسيل وكيخدم هذا عنده هذه الميزه هذه انه كيخدم الماشين لافي وكيخدم لافيسيل بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال لافيسيل طريقة الاستعمال ديال لافيسيل كنصيحة كنخدم لاماشين كنخليها حتى كتدخل عادة كنلوحو هو الداخل ولا كنلوحو في الأول هنايا هنايا كنلوحو هنا في سميتو في الأول وكنخلي لاماشين خدامة حتى كتسالي هذا كيدار كل شهر يعني تقريبا بحال كتقام تقريبا ب 10 درهم لوحة على ما غاليش
بقاش بزاف ديال الناس كيقول انا لا ماشين بقاش كتسخن ليا انا هادي لا ماشين بقاش كتسخن يعني ضربات لا ريزيستانس شوفونس هذيك لا ريزيستانس ملي كتضرب كتضرب بسبب الكاركاع غادي نجيب عاوتاني اخر برودوي اخر برودوي هذا ليكي هذا تبع الشركه ديال بروند هذا كتصايبو الشركة تاع بروند بالنسبة للناس تخريبة راه موجود على سيرفيس ابريفون ديال ويربول كتعيطو على النيميرو كتشوف مرجع كتاخدو النيميرو ديال سيرفيس ابريفون ديال ويربول ولا غتلقاوها ان شاء الله في الكومنتير كتصلو بينا كنجيو كندير لكم اونتروتيان كتخلصو نتوما غير البرودوي هاد البرودوي تاهو كيفاش كيخدم كنخدم بلا ماشين كنختار ديما اطول بروغرام مع اعلى درجة حرارة الساعة القيس اللي كنت كتدخل هي بداك الماء كنكب انا القرعة ديالتي او نص القرعة كنخويها كنخليها على ماشين حتى حتى كتسالي كيخدم عاوتاني حتى لافيسي هاد الخطوة هادا باش كيخدم لافيسي نفس الطريقة ديال هذا نفس الطريقة ديال هاد الساشي هادا نفس الطريقة كنختار اطول بروغرام مع اعلى درجة حرارة كيفما قلنا اطول بروغرام هنايا هو هذا هو الثلاثة بالنسبة لهاد لاماشين ديال الويربول باور كلين وكنخوي كن الساعة القايسة كنت كدخل هي بداك الما ديالها كنخوي كنسد كنخلي لاماشين خدامة الحاجة اللي بغيت نقول آخر حاجة غادي نقول بالنسبة للابيسان الناس اللي كياخدو لابيسان ضروري أنهم يعبروا الماء ويقادو ليه لاديرشي ديالو فاش كتاخد لابيسان تاعك كتصل بسيرفيس ابريفونس سواء كان ويربول سواء كان بوش سواء كان سميتو كتقول لهم جيو قادو ليا لا ديرتي كيجيو كيقادو لك لا ديرتي انت شنو كيبقى لك كيبقى لك غير انك تكونترولي الملح كتزاد الكونسوماسيون ديال الملح سا ديبو على حساب لا ديرتي كان الماء مزيان هما كيهبطوا الكونسوماسيون كان الماء خايب راه كيطلعوا لك الكونسوماسيون ديال الملح ولكن الا جينا نديرو واحد الكالكول الى لا ماشين مثلا غتكونسومي ملحه وغتحافظ ليا على لي زيليمون ديالها وتبقى لا ماشين مزيانه راه كطلع هكا احسن بالنسبه للناس ديال بالنسبه للغساله ديال الماء الغساله ديال الملابس الغساله ديال الملابس الى صو ما امكن الماكسيموم انكم تجنبوا المسحوق تخدموا اما بلي دوك لي كابسول ولا هكا ليكي واش اللي غنقولوا والله ولا التوفيق ولا كان عندكم شي تساؤل طرحوا وراح نروح الاشاره وكنتمنى ان شاء الله تدعموا القناه تاعنا ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا.